يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الزواج المبكر بالنسبة للبنت وبالنسبة للشاب؟ نرجو توجيه نصيحة لذلك. الزواج كل ما بكر هو أحسن، لأنه أحسن للفرج وأغض للبصر. فإذا تمكن الشاب من الزواج أو الشابة أن تزوج فهذا خير، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الزواج مطلوب إذا توفرت إمكانياته، وكل ما بكر به فهو أحسن، لأن الداعي إليه في الشباب أشد من الداعي إليه من غيرهم. نعم.